السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ده فيديو تعليمي بيشرح ازاي نسجل على موقع توبكودر. طبعا توبكودر من اكبر مواقع البرمجه في العالم. احنا هندرس دلوقتي ان احنا نشرح ازاي نعمل اكونت للاس ار امز او الالجوريزميك كومبيتيشنز. هو طبعا توبكودر عليه كومبيتيشنز من كل الانواع، في ديفلوبمنت، في يو اي، في سوفت وير انجينيرنج. احنا دلوقتي هنشرح ازاي نعمل اكونت توبكودر خاص بالاس ار امز. اول حاجه نفتح توبكودر سلاش تي سي، ريجستر ناو. طلع عندنا 3 اختيارات، كل واحد بيشرح ان هو ديسكريبشن هو بيعمل ايه. دوت لو انت عايز تعمل كونست بنفسك والناس هي الكمبيوتر عندك تعملك الابليكيشن بتاعك، ده اللي احنا درست فيه. ده في algorithms competitions وفي bug races وفي انواع كتير من الكومبيتيشنز، يعني احنا درست في اول واحد فهنعلم على ديت. دوت كومبيتيشنز تانية فيها يو اكس ويو اي ولوجو الكلام ده. ريجستر في اللي انت عايزه يعني، بس احنا درست دلوقتي في اون توب كودر. اسمك الاول، بياناتك عادي، اسلام حسن، اسلام حسن، عنوانك مثلا، هنعمل البيانات بس المهمة عشان الوقت. ده الرمز البريدي بتاعك، البلد اللي انت بتمثلها، ممكن تبقى انت في بلد بس بتمثل بلد تانية، التوقيت بتاعك افريقيا كايرو مثلا، رقم تليفونك اوبشنال، ايميلك نقول مثلا كودر تيست مثلا. نكتب تاني دي ايه الكومبيتيشن ده، عايز يجيلك ايميلز على اني كومبيتيشنز بالظبط. احنا عايزين الجوريزمز، لو عايز تريجستر في ستوديو ديفلوبمنت ماشي، عايز يجيلك ايميلز على الامبلويمنت مثلا، لو عايز لو في وظايف، لو عايز تشتغل في توب كودر مثلا، لو عايز يجيلك نيوز او ايفنتس من توب كودر. دوت لو عايز حد ممبر كونتاكت، لو حد يكلمك يبعت لك برايفت مسج ولا حاجه، خليها اي اس مثلا. ده في كومبيتيشنز على توب كودر بتبقى عليها فلوس، زي تي سي او مثلا، فممكن بتكسب منها. فلو عايز الايرنكس بتاعتك تبان او لو بتخاف من الحسد يعني، هايد خليها شو مش فارقه. يوزر نيم خلينا مثلا توب كودر تيست مثلا، باسورد اي حاجه من 8 حروف. الكود بتاعتك حاجة تظهر في البروفايل بتاعك، حكمة يعني أو مقولة. نقول مثلا لايف از هارد، ستودنت أو بروفيشنال، خلينا ستودنت. يجيب لك الصفحة التانية بتكمل بيت بياناتك، هي كتير شوية معلش. عمرك من 18 لـ24 سنة، ميل أو فيميل، خلينا ميل. اثنيك باك جراوند، انت أصلك ايه؟ ده لو مثلا في، لو انت هندي أمريكي أو من الهود الحمر يعني، أو أسود أو ايشن الكلام ده، عشان لو مثلا في اضطهاد أو مش عارف ايه كلام فاضي يعني، احنا أدر الناس تاخد بالها منك يعني، وانت تتكلم معاك تبقى عارفه ان انت مثلا اسود، فما يكونش كلام يهين السود والكلام ده. بريم انترست انت كودر، انت مهتم بايه؟ كاش برايز، تكنولوجي، احنا كرييتيف طبعا. لو شيرت سايز، لو انت في كومبيتيشنز ممكن لو بتكسب منها تي شيرتس، فالسايز بتاعك مثلا ميديوم. كوليدج ميجر، انت قلت انت ستودنت فانت بتدرس ايه؟ بتدرس كمبيوتر ساينس مثلا، ديسكريبشن بتاعه اي حاجه كمبيوتر ساينس مثلا. انت بتدرس ايه دلوقتي؟ بكالوريوس غالبا او ماجستير او دكتوراه كده يعني، او هاي سكول. انا ماستر دلوقتي. هتخرج امتى؟ هتخرج في شهر ايه؟ لو مشترك في اي كلابس او اورجانيزيشنز، اي تريبل اي، اي سي ام. لو مش مشترك في حاجه خالص تقول نان. انا في الاي سي ام مثلا، سيبك من ديت. سكول، دي مهمه. سكول لو عايز السكول بتاعتك،
احنا ناخد بالنا من حاجه. هتكتب اسم السكول بتاعتك. انا مثلا في كليه حسابات جامعه القاهره، فاكتب مثلا Faculty of Computers and Information وادوس سيرش. في كليه حسابات ومعلومات جامعه القاهره دي فيها في 532 واحد ماجستير فيها. في كليه حسابات ومعلومات جامعه حلوان في 74 واحد ماجستير فيها. في كليه حسابات ومعلومات جامعه القاهره تانية باسم تاني، وجامعه القاهره باسم تالت، وجامعه القاهره باسم رابع، وهكذا. فالاحسن حاجه لو لقيت اسم الجامعه بتاعك متكرر كذا مره تختار اللي ليه اكتر عدد من الريجسترنتس، بحيث ان انت تبقى ايه ده الكومن يعني. هنقول سيلكت اتكتب عندنا. عايز البروفايل بتاعك يبان فيه السكول او لا، خليه الجي بي اي بتاعك. اي حاجه اوت اوف فور. لو عايز تابلود السي في بتاعك، سمعت ازاي عن توب كودر، عندك كل ده مثلا من الكليه. ديتيلز مثلا اي سي ام تشابتر، اي سي ام تشابتر في الكليه كان بيانونس عنه. نيكست بيأكد عليك بياناتك كل حاجه. لو كله اوكي، لو عايز تغير حاجه بتدوس ايديت هنا او ايديت هنا حسب السيكشن. خلاص لو كله تمام بتدوس سبميت، بيجي لك ايميل فيريفيكيشن على الايميل بتاعك اللي انت كاتبه، بتفيريفاي وبكده خلاص الاكونت بتاعك يكون اتعمل. شكرا. بعد ما تعمل الاكونت بتاعك بنرجع للصفحه الرئيسيه للتوكودر. في هنا ممكن شويه حاجات ممكن تبص عليها هنا. لو عايز تكتب هاندل بتاع ممبر معين او انت نفسك وتشوف البروفايل بتاعك، نكتب مثلا احمد علي. بيجيب لك البروفايل بتاعه، كل معلومات عنه بقى. في كونتري بتاعته هنا، في توتال ايرنينجز ما تكسبش في. لو عايز لو انت مختار انت تشول السكول بتاعتك بتبان. شوية معلومات عنك، البرسنتايل انت كام في المية بالنسبة للتوتال كومبيتيشنز في توب كودر. الرانك بتاعك انت كام من توتال توب كودرز، ان هو الاول على مصر مثلا. الفولاتيليتي ديت اكويشن زي اكويشن بتتحسب على حسب الريتنج بتاعك انت بتطلع قد ايه وبتقل قد ايه، يعني مدى التغير في الريتنج بتاعك قد ايه مثلا. ماكسيمم ريتنج جبته، اقل مينيمم ريتنج جبته. الديفولت لانجوج بتاعتك هو عاده بيكتب سي بلس بلس، هذه الكومبيتيشنز اللي دخلها واخر اس ار ام دخلها. دي اهم حاجه. طيب عايز تخش الكومبيتيشنز بتاعت الكودر نفسها، تيجي عند كومبيتيشنز الجوريزم سنجل راوند ماتشز اس ار ام، بتقول لانش ارينا. الارينا هي اللي بتبدا البرنامج بتنزله علشان تكمبيت من عليه من خلاله. نقول جافا ستارت مثلا. هو تقدر دلوقتي واقع شويه، بس هو عاده لما بينزل بيفتح لك ارينا زي ديت. بينزل برنامج زي دوت. تكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك. دي المين ارينا. هنا بيجيب لك مين اللي معاك في الروم دلوقتي في ال دي المين اريا يعني. في شوية اوبشنز هنا وشوية تابس. دي البراكتس رومز لو انت عايز تخش تحل مسألة. اس ار امز، دي كل اس ار امز اللي تعملها على الكودر. تختار مثلا واحدة بالرقم. رقم الاس ار ام دي معلومة مهمة، رقم الاس ار ام هو الرقم اللي بعد كلمة اس ار ام مش اللي قبلها، ده مجرد ترتيب. يعني رقم 600 ده رقم ترتيب، لكن الاس ار ام نفسها رقمها 442. فلما تكون مثلا عايز تحل، حد يقول لك مثلا يلا نحل على اس ار ام 500، ما تجيش مثلا على رقم 500 دوت وتفتحها، يعني دي اس ار ام 395. اس ار ام 500 هتلاقيها
ديت مثلا في ديف 1 وديف 2. الاس رام الواحده بيبقى ليها 2 ديفيجنز، ديف 1 للادفانسد قوي للادفانسد، وديف 2 للديف 2 للبيجنرز. بالمناسبه الوان التوب كودر بيقسم الكودرز لالوان، اول واحد هو الجراي الرمادي، بعد كده هو الاخضر، بعد كده الازرق، بعد كده الاصفر، بعد كده الاحمر اخر حاجه. فمن جراي واخضر ده ديف 2، ازرق واصفر واحمر ده ديف 1. فنخش نحل مثلا اي حاجه ديف 2 مثلا. بيدخلك على المسألة نفسها. المسألة في ال SRM ليها 3 مسائل، مسألة عليها 250 بوينت، ومسألة عليها 500 بوينت، ومسألة عليها 1000 بوينت. بتبدأ تحل واحدة واحدة فيهم أو تحل أي حاجة فيهم. نفتح 250 مثلا. بيجيب لك مسألة description بتاعها وإيه المطلوب بالظبط، وتستكسس عليها، تكتب الكود في المكان دوت. بعد ما بتخلص بتسيف الكود، بتعمل كومبايل والتست، تتأكد ان التست كيس اللي مكتوب هنا هو شغالة عنده، وفي الاخر تعمل سبميت. ممكن مثلا نجرب حاجة، هنجرب مثلا نجرب اي كود، نجرب مثلا return 5.5. هنعمل سيف، نعمل كومبايل. طبعا الكود ده غلط بس يرجع او تست كيس يعني. كومبايل سكسسفلي، بس في وارنينجز انا ما بستخدمش البارامترز. تيست، هجرب اول تيست كيس صح، طبعا بقيت تيست كيس هتبقى غلط. سبميت، عملت سبميشن للكود وجبت سكور 249 من 250. طبعا انا سبميت بسرعة جدا، فهو جاب سكور عالي بس هو في الاخر غلط، فعايز اتاكد هو بيسكسيد لكل كل تيست كيس ولا لا. بتجيب ران سيستم تيست، هو صح في واحده وقع في اتنين. هو ممكن الاس ار ام الواحده يبقى فيها مثلا 100 تيست كيس، بس اول ما بيقع خلاص هو بيقع عند واحد او اتنين وما بيكملش الباقي. هما 18 تيست كيس مثلا. الكود لو وقع هيجيب لك 250 دي متلونه بالاحمر، لو باظت كل حاجة هيكتب 250 بالأخضر، وهتلاقيه عدى كل التست كيس. بس ده توب كود ببساطة، وأتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم.